من جنوب الصعيد لغرب النيل تحديدا، وافتتاحات الأمس اللي كانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات الإسكان الجديدة في أكتوبر ومدينة الشيخ زايد. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تفقد عدد من الوحدات السكنية، وده للاطمئنان على مستوى التشطيب بداخل هذه الوحدات السكنية. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا هاتفيا الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ جمان، وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير عليك يا فندم. دكتور، في البداية يعني لو عاوزين نحط المشاهد والمواطن في تفاصيل المشروعات اللي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها بالأمس، وأهم ما يميز هذه المشروعات السكنية. هي المشروعات اللي تم افتتاحها أمس هي تعتبر امتداد للافتتاحات اللي تمت في المرحلة السابقة. ودي بتنحصر في مشروعات الإسكان والخدمات. طبعا احنا المشروعات السكنية اللي بتتم حاليا اللي بتقوم بها الدولة بتقوم بمشروعات متنوعة، يعني ما بين الإسكان الاجتماعي وما بين الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، لتلبي الشرائح المختلفة للمجتمع المصري. طبعا يمكن هي في الفترات السابقة كانت الدولة بتهتم فقط بالفئات الغير قادرة، إنما هي دلوقتي الدولة تحقيقا لمبدأ العدالة في الإسكان، فبتحاول إن هي زي ما بتدعم فئة الإسكان الاجتماعي برضه بتتيح وتساند الفئات الأخرى سواء كانت المتوسط أو فوق المتوسط. وبالتالي أمس تم افتتاح مشروعات أو جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وفي عندنا برضه مشروع تاني اسمه مشروع سكن مصر، ده يعتبر مستوى أعلى شوية من الإسكان الاجتماعي. نعم. والأعلى منه مشروع جنة، واللي يعني تشرف بتفقد فخامة الرئيس بالأمس. المشروعات اللي تم افتتاحها امبارح في نطاق غرب القاهرة اللي هي في مدن أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، عددها ما يقرب من 50,000 وحدة. ال 50,000 وحدة دي جزء من عدد أكبر بتقوم به الدولة على مستوى المحافظات المختلفة. يبقى احنا مش بنتكلم على نطاق غرب القاهرة، لا، احنا ما تقوم به الدولة في كل محافظات الجمهورية. وأكبر دليل على كده إن احنا في خلال شهر 12 من السنة اللي فاتت كنا بنفتتح عدد من المشروعات في نطاق الصعيد زي أسوان وأسيوط وقنا، وكان فيها مجموعة كبيرة من مشروعات الإسكان. فإذا المشروعات دي موزعة مكانيا طبقا للطلب على الإسكان في كل محافظة أو في كل نطاق. طيب، يعني دكتور عبد الخالق، حضرتك تحدثت عن مشروع سكن مصر. مشروع سكن مصر زي ما حضرتك قلت هو تقريبا اسكان متوسط في الاعلى منه كمان، لكن ما هنتكلم عن مشروع سكن مصر تحديدا 177 عماره في هذا المشروع. لو تقول لنا يا فندم عدد الاسر اللي استفادت منه، وتكلمنا اكتر عن تفاصيل استفاده المواطنين من هذا المشروع، يعني تكلمنا اكتر تفصيليا عن مشروع سكن مصر يا فندم. طيب، طبعا هو زي ما بقول لحضرتك هو سكن مصر يعتبر مبادره تعتبر للاسكان المتوسط. والاسكان المتوسط احنا مش بس بنتكلم على سكن مصر، احنا بنتكلم على في مشروع دار مصر ايضا، وفي مشروع زي ما بقول لحضرتك جنه، ده اللي هو يعتبر متوسط او فوق متوسط. لو سؤال حضرتك تحديدا عن المشروع اللي هو 177 عمارة اللي موجود في أكتوبر الجديدة، ده بيخدم ما يقرب من 4,300 أسرة. طبعا كل مشروع من المشروعات دي يا فندم هو بيكون مشروع متكامل، بيبقى متكامل بمعنى إن بتكون الوحدة كاملة التشطيب، ودي نقطة مهمة جدا، كاملة الانفراستراكشر أو البنية الأساسية، يعني فيها المية والكهرباء وكل الخدمات الخاصة بالعمارة. ومش بس كده، ده في كمان خدمات للمنطقة السكنية زي السوق التجاري والحضانة والمدرسة والمسجد والكنيسة. فإذا لما بنتكلم على افتتاح مشروع
بنتكلم على مشروع متكامل. الحاجة المهمة جدا 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 برضو اللي لازم نشير إليها، إن برضو طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس، إحنا لو بنقارن مستوى الإسكان اللي بيتنفذ دلوقتي بمستوى الإسكان اللي كان بيتنفذ قبل كده، هنجد أن هناك ارتفاع في جودة الحياة، بمعنى أن في جودة في المسكن، العمارة نفسها والوحدة السكنية. يعني يا ريت يا فندم توضح لنا يعني إيه في ارتفاع في الجودة؟ هقول لحضرتك من ناحية إيه؟ المقصود بتحسين في جودة الحياة، يعني على سبيل المثال رقم واحد زي ما بقول لحضرتك كده، لما بنتكلم على وحدات سكنية، أنا بدي وحدات سكنية و يعني عمارات سكنيه كامله التشطيب، وبالتالي لو بتكلم على الطابع والنظام العمراني الموجود للمنطقه، هنجد ان انا بتكلم على اعلى مستويات الجوده لو انا بتكلم على العماره السكنيه وعلى المنشا نفسه، لان انا بسلم للمواطن وحده كامله التشطيب. طب لو انا بتكلم على الفراغات الخارجيه والمناطق المفتوحه، جميع المناطق السكنية اللي بيتم تنفيذها بتحتوي على مساحات مناسبة من المناطق الخضراء اللي احنا بنفتقدها في كل المدن بتاعتنا القائمة. ومش بس مناطق ومساحات خضراء، لا، ده كل المساحات دي فيها الوسائل وفيها التجهيزات، من ملاعب أطفال، من مناطق جلوس، من في بعض طبعا المستويات بيبقى فيها زي حمام سباحة. إذا بنتكلم هنا عن بنرفع من جودة المنطقة. جودة المنطقة هنا بتختلف، يعني لو بنقارن مستوى الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي الآن بما كنا بننفذه قبل كده، هنجد أن هناك اختلاف واضح. وعشان كده بنقول النقطة المهمة جدا بقى، ودي اللي تعتبر أحد المميزات الرئيسية فيما يتم تنفيذه حاليا، إدارة المكان. إزاي نضمن إن المكان ده بالعمارة السكنية بيستمر على هذا المستوى؟ بالضبط كده، تستمر على هذا المستوى. فإذا هناك إدارة لهذه المشروعات بتضمن نجاح واستمرار العمل، عشان ما يكونش بعد 3 أو 4 سنين المنطقة بتتدهور ونرجع نعاني من المشاكل اللي بتعاني منها أغلب المناطق السكنية. نعم. إذن هي منظومة متكاملة. صحيح. بتضمن أن جودة الحياة دي تبقى فيها تحسن وباستمرار ليها بشكل مستدام. يعني دكتور عبد الخالق، يعني ولولا تكامل هذه المنظومة ما كان الإقبال الكبير على هذه الوحدات السكنية تحديدا، ويمكن شفنا في الأطروحات الأخيرة بنتكلم على 7000 وحدة سكنية ما بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وكان المتقدم حوالي 20000 مواطن. عاوزين نعرف إيه اللي هيتم مع 20000 مواطن، من هو يعني صاحب النصيب بقى أو صاحب الحظ في الحصول على هذه الوحدات، واللي من لم يحصل على وحدات سكنية هيتم التعامل معاه إزاي في ظل تأكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن لكل المواطنين المتقدمين؟ طبعا الظاهرة دي اللي هي إن عندنا 7000 وحدة تقدم إليها 22 أو 20000 مواطن، يدل ان هناك ما زال هناك احتياج. صحيح. لان العلاقه ما بين الطلب والعرض هنا في الكيس اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا محتاجين عرض اكبر، يعني محتاجين نوفر وحدات اكبر. والحقيقه خليني يعني اطلع من سؤال حضرتك بسؤال يعني بنقطه اكبر، وبعدين هرجع اجاوب على نقطه الرقم. هي الحقيقه هي دي مشكلتنا في مصر، ان انت ازاي توازن ما بين الطلب على الوحدات والمعروض. يعني احنا ظاهرة العشوائيات اللي بتظهر في المدن القائمة ظهرت ليه؟ لان هناك طلب على الوحدات وما فيش عرض يتناسب مع قدرته. نعم. وما فيش عرض يتناسب مع قدرته. وبالتالي المبادرات الاخيرة الدولة أطلقتها، ومنها مبادرة البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية بفائدة بتتراوح من 3 لـ 8%، ساعدت السكان يكون عنده مسكن مناسب مرخص في بيئة جيدة مدعم. وبالتالي هنا بنقدر نقول إن مثل هذه الحلول بتقضي تماما
ان شاء الله على ظهور ظاهره العشوائيات مره ثانيه، لان انت وفرت سكن مناسب افضل بكثير من السكن اللي بيتم بالطريقه الغير مرخصه وفي نفس الوقت باسعار وتسهيلات مناسبه. طيب لما نرجع بقى لسؤال حضرتك اللي هو طب انا عندي 7000 اتقدموا عليهم 22000، فالباقي ده هيحصل ايه؟ بيبقى ليه اولويه ان هو بيخش في المشروعات، لان يعني احنا حاليا احنا انتهينا من مشروع مثلا الجنه او من مشروع سكن مصر في منطقه اكتوبر واكتوبر الجديده، ولكن بيكون عندنا الكشوف المتقدمين اللي هم لم يعني يكون لهم الحظ في الحصول على وحده. هناك مشروع دلوقتي حاليا بيتم وان شاء الله في جزء منه بيخلص في شهر 4، في جزء بيخلص في شهر 6 الى نهايه السنه تحت مسمى البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين. وسكن كل المصريين ده فيه الشرائح المختلفه، هيبقى فيه برضه زي نموذج سكن مصر وزي نموذج دار مصر وخلافه، فبالتالي كل ودي كانت توجيهات يعني في قامه الرئيس امس ان هو كل اللي بيتقدم لازم يحصل على وحده علشان ما يكونش عندنا في فرصه بعد كده لظهور المناطق العشوائيه في المدن القائمه. بس يعني يا دكتور دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، يعني فكرة انه كل من يتقدم لامتلاك شقة يجب توفيرها ليه، ازاي ده ممكن نقدر نحققه؟ يعني ماذا لو مثلا المساحة المخصصة لبناء هذا التجمع السكني خلصت وفي مواطن هو عايز يشتري على سبيل المثال في منطقة اكتوبر او الشيخ زايد او ما الى ذلك، ازاي نقدر نوفر ده فعلا؟ طيب احنا بنوفر ده عن طريق محورين. المحور الاول احنا بنبني وحدات سكنيه داخل المدن القائمه. طب في داخل المدن القائمه فين؟ احنا في عندنا المدن اللي هي عواصم المحافظات، الدوله حصرت الاراضي الاملاك دوله اللي هي املاك دوله وغير مستغله، وبدات تنفذ فيها مشروعات سكنيه طبعا بتكون على سكيل اصغر شويه او يعني حجم اصغر تحت مسمى تطوير عواصم المحافظات. يبقى احنا عندنا في برنامج اسكان كبير اسمه تطوير عواصم المحافظات، ده بيتم في المدن القائمه، وتقريبا البرنامج ده بيضم ما يقرب من 500000 واحد. نعم. طيب بالاضافه الى هذا البرنامج اللي هو بيتنفذ داخل عواصم المحافظات، احنا عندنا 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع جاري تنفيذهم أو جاري تنفيذ المرحلة الأولى منهم، وده عشان يوفر أراضي ويوفر خدمات، والأهم من الأراضي الإسكان والخدمات فرص العمل للناس اللي هم هينتقلوا من المدن القائمة للمدن الجديدة. فعلى سبيل المثال خلينا نتكلم على مثال افتتاحات أمس. احنا في عندنا ثلاث مدن بنتكلم عليهم، أكتوبر دي من المدن اللي تعتبر جديدة بس في الأجيال السابقة لأن هي نشأتها كانت في الثمانينات. نعم. إنما في عندنا مدينتين تانيين تعتبر مدن جيل رابع جداد، حدائق أكتوبر وامتداداتها وأكتوبر الجديدة. المساحات اللي موجودة في هذه المدن بتكفي كل مدينة من المدن دي عدد سكانها المستقبلي بيتراوح ما بين 1.5 لـ2.5 مليون نسمة. نعم. كمدينة جديدة. يبقى اذا انا هنا بعمل ردا على يعني سؤال الاستاذه جومانا ان احنا في عندنا اراضي في مدن الجيل الرابع نقدر نعمل عليها المشروعات دي، بس الاهم من ان انا اعمل مشروعات سكنيه ان انا اوفر فرص العمل، لان مش السكن لازم بيرتبط بفرصه العمل. صعب جدا ان انا هعمل مشروعات سكنيه وتفضل الناس كل يوم رايحه جايه على القاهره، اذا اصبحت المدن دي مجرد مدن للنوم. فعشان نشجع السكان للانتقال، وده هدف استراتيجي بقى على مستوى الدوله ان احنا عايزين نشجع الناس ان هي يعني تقدر تنتقل خارج الوادي والدلتا وتقلل شويه من طبعا بكل تاكيد يا فندم. طيب عايز اعرف من حضرتك اخيرا، العايز يتقدم لامتلاك شقه
يعمل ايه. وعايزه اتاكد من حضرتك من نقطه تانية برضو، يعني الطرح الاخير كانت فيه ميزه ان الوحدات بتسلم جاهزه للتسليم الفوري، ده بيحل مشكله كنا بنشوفها قبل كده ان الناس كانت بتحجز والمشروع تحت الانشاء فالمواعيد ما بتكونش مظبوطه وما بتكونش منضبطه قوي. هل بالفعل احنا تخلصنا من المشكله دي؟ ويعني عذرا سؤال اخر عشان احنا وقتنا يعني بيخلص، هل احنا شايفين زي ما حضرتك ما بنستعرض مع الساده المشاهدين ان هناك نمط وشكل معين لهذه التجمعات السكنيه، هل ممكن اي مالك لوحده من الوحدات انه يغير اي شكل من الواجهات او ما الى ذلك؟ طيب هجاوب على السؤال اسئله حضرتك سريعا من يعني بالعكس بالترتيب من الاخر يعني للاول. السؤال بتاع تغيير الواجهات او تغيير في النموذج، لا غير طبعا مصرح ليه او غير يعني غير مناسب ان احنا يحصل فيه تغيير، ده غير مقبول. فبالتالي احنا في عندنا اشتراطات للواجهه واشتراطات للمباني من جوه، فده يعني وده هايل عشان ما نتحولش مره اخرى او ما تتحولش المناطق لمناطق عشوائيه، وده وظيفه اداره المنطقه زي ما قلت لحضرتك من شويه، ان اداره المنطقه هي المسؤوله عن النقطه دي. اما النقطه الثانيه اللي هي تخص العدد الوحدات ان هي تكون جاهزه، احنا طبعا بنسابق الزمن عشان نولي او نلبي طلبات المواطنين. فاحنا ان شاء الله كل الوحدات السكنيه اللي بيتم افتتاحها هي وحدات كامله التشطيب وجاهزه للاستلام. طبعا نتيجه ان برنامج الاسكان الاجتماعي تحديدا في عدد كبير من الوحدات، فعشان كده في بعض التاخيرات حصلت في الفترات السابقه، بس احنا بنحاول في الفتره الحاليه ان اللي بيتقدم للوحده بيقدر يحصل عليها مباشره، خاصه في مناطق اللي فيها طلب عالي. وبنقلل من فترات الانتظار، لان في كل الاحوال لازم هيكون في بعض المشروعات فيها طلب يعني قوائم انتظار، لان دي في اي مكان في العالم. يعني حضرتك بتحجزي شقه في اي مكان في اي مستثمر او في اي كومباوند او اي منطقه، لازم بيكون حضرتك بتدفعي قيمه الوحده او جزء من قيمه الوحده وتنتظري فتره لاستلامها. فده موجود، ولكن احنا بنحاول ان احنا بنعالج يعني المشاكل اللي كانت عندنا في الفترات السابقه اللي هي طول الفتره دي، واحيانا بيتعدى الوقت المطلوب ان احنا نسلم طبقا لما هو معلن. ده هي يا فندم شروط التقدم بقى. شروط التقدم هي بتختلف طبعا من مستوى لمستوى اسكان تاني، واحنا في عندنا مجموعه من الكراسات والشروط بتنزل لكل مستوى اسكان طبعا، الاجتماع غير السكن مصر غير دار مصر غير الجنه. فالشروط دي بتبقى مكتوبه في عندنا يعني زي كراسه بيتم توزيعها على المواطن، وبيبقى مكتوب فيها ايه هي شروطه اللي الشروط الخاصه بالمواطن نفسه وآلية التقدم، يعني ازاي يتقدم والنسبه اللي بيدفعها النسبه المقدمه وطريقه التقسيط. كل ده بيبقى موجود في كراسه لكل الفئات السكنيه. نعم، والكراسات دي بتكون متاحة من خلال بنك الإسكان والتعمير لكل طالبين الحصول على هذه الوحدات. دكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.